الحكم يا برحان، سلم الحكم للمدنيين. الحاصل في السودان الآن هو انقلاب عسكري يعني من شيء 4 أيام، ونحن ضد هذا الشيء، ضد هذا الشيء الحاصل من العسكر يعني، مرفوض تماما. نحن اليوم نزلنا كرمال إنه نساند أهلنا بالسودان وكرمال إنه نسقط الحكومة العسكرية. ثورة كل الوطن للناس. ثورة. وتمت السيطرة على كل الحكومة اللي هي جزء من الحكومة اللي نحن حطيناها، يعني كأنه ما عملنا شيء. هلا حاليا بدنا نحيي الثورة من جديد. ثورة. الحكم السابق والحكم العسكري قضى على كل شيء جميل في السودان. بدنا السودان يرجع مثل ما كان، بدنا حكم مدني 100%. نرفض الحكم العسكري ونرفض الانقلاب، ونحن 100% في لبنان واقفين تضامنا مع الثوار في السودان. شعبي شعبي اقوى، بلدنا مستحيله. اولا انهاء حاله الطوارئ، ثانيا اعاده مجلس الوزراء برئاسه الدكتور عبد الله حمدون، اطلاق جميع المعتقلين يوم 25 اكتوبر فورا، اعاده تكليف ولاه الولايات ووكلاء الوزارات، اعاده الانترنت للتواصل الاجتماعي في السودان، فك الارتباط باي دوله او جهه اجنبيه. هذه الارض لنا، فليعش سوداننا علما بين الامم. تسكت تسكت يا برهان. حاليا قاطعين الانترنت بالسودان، قاطعين الاتصالات، شبكات الاتصالات كثير ضعيفه، ما قادرين نتكلم مع الأهل، ما قادرين نطمن عليهم، ما عارفين شو صاير فيهم. يسكت يسكت حكم الزبالة، يسكت يسكت حكم الزبالة. وهذا عمر البشير في حكمه 30 سنة، الشعب لم يرى غير المكروه، الشعب لم يرى غير الحروب، غير القتل، غير التهجير. كل مظالم. ضد حكم العسكر، حكم فاسد، فاشلين، كتالين. هم حكمونا كثير وما شفنا منهم شيء. نهبوا البلد، سرقوا البلد، دمروا البلد، فساد، سرقة، كل شيء صار في حكم العسكر. بدنا نغير من حكم العسكر. مدنية خيار الشعب. ضد العسكر وين ما كان، ضد العسكر. الثورة مستمرة، كلهم يعني كلهم.